مساء الخير، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة لكل متابع لكل مشاهد اللي دائما ينطر هذه الطلة الخاصة لبرنامج 18 ومحللين 18 وبالإضافة إلى ضيوف 18 اللي دائما يضيفون لنا في محاورنا اللي نتكلم عنها أسئلة واستفسارات خاصة بآخر الأخبار والمستجدات الرياضية. أيضا هناك محاور وليدة 18 ممكن نتكلم فيها ونتطرق لها، وهذا الرقم موجود أسفل الشاشة لمن يرغب بالمشاركة ومتابعتنا. هناك متابعين جيدين بشكل شبه يومي نقدر نقول في برنامج 18، وأيضا دائما احنا نتشرف بمتابعة من هو جديد على هذه الشاشة وعلى هذا البرنامج. رحب بضيوفي الكرام داخل الاستديو، بداية مع الكابتن ثامر عناد. معاذ بن مسي عليك بالخير وحياك الله ويانا في هذا الموسم الطلة الجميلة اللي راح تكون ان شاء الله في هذا اليوم. ابو تركي مسي عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى الطاقم العمل كله وعلى محللين ب 18 البرنامج الشيق والضيوف اللي وياي، ما بقول اساميهم عشان لا احرق عليك. يعني نتابع. انا دائما كذي لما هي ارحب متعود انا عندك نص الثاني هنا راح يحرق. كابتن عبد العزيز او اخونا وزميلنا الصحفي عبد العزيز جاسم مسعود، نمسي عليك. مسي عليك ومسي على ضيوفك الكرام وعلى الساده المشاهدين، وان شاء الله تكون حلقه مميزه دائما حلقات في 18 بتواجدكم وتصريحاتكم والاجابه النموذجية منكم بدون لا يمين إن شاء الله ولا شمال. نروح للشمال ويمين الشاشة تحديدا مع أبو رضان. حياك الله ويانا كابتن عايد الرضان. الله يحييك ويمسيكم بالخير ومع هالكوكبة الجميلة ونهديهم هالمانشيت. تفضل. الرهيب أمام زلزال العنيد رادي حملا وديعة والقادسية ينجو من إعصار أوليفيرا. الله 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 الله. انا كل تصريحاتك او مانشيتاتك فيها لازم يا الازرق بعد حلو. نكمل ترحيبنا ابو فهد كابتن بدر حجي، اول شيء نقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ونور ديرتك مره ثانيه. مشكور. وبرنامجك 18 مشكور ما في شك، ارحب فيكم اخواني ومشكورين على مره اخرى اني اعود مره ثانيه لبرنامجي وانا بين اهلي لا شك. حياك الله دائما يا ابو فهد. اخواني عزيز وغالي صاحب التسديدات الصاروخية أبو عبد الله كابتن أحمد عسكر، نمسي عليك وحياك الله ويانا بهالابتسامة الطيبة هذه. مساكم الله بالخير، وأنا أسعد أني أتواجد مع الشباب الحلوين هذيلي كلهم، ومسي عليكم وعلى السادة المشاهدين. حياكم الله جميعا. احنا 6 ضيوف اليوم داخل الاستديو، انا رحبت بخمسة والسادس خلف الكاميرات أخونا الأرشيف الرياضي الجميل وصاحب التصريحات ويعدل على كل شخص تخونه الذاكره كابتن محمد الرشيد مدفوع محمد بعد الفاصل موجود ان شاء الله. بسم الله نبدأ حلقتنا بحضور ضيفنا السادس ويكتمل هذا النصاب بهذه الحلقة إن شاء الله بتكون مميزة بمتابعتكم أولا، واللقاء الجميل أخونا المؤرخ الرياضي أبو محمد كابتن معن رشيد، نمسي عليك وحياك الله معنا. حياك الله أخوي عبد الله، وأمسي عليك وعلى الأخوان الحضور والسادة المشاهدين، إن شاء الله تكون الحلقة ليلة مفيدة بإذن الله. آخر جول سجله أحمد عسكر متى كان ومع منو؟ بلشنا بالتاريخ 93-94 آخر موسم. 93 هو مذاكر احمد مذاكر. وهني لما يكتب هذا التاريخ والتسجيل يكون عند ناس طبعا ما يحتاج ابو عبد الله غني عن التعريف، واعتقد يعني كلنا عانينا من شوتات يعني بس. طيب زين احنا عندنا حلقه امس كانت ونتيجه كانت شبه تاريخيه والكثير يقول انها تاريخيه، اللي هي بالتاريخ نتكلم السالميه والتضامن انتهت بنتيجه 7 أهداف، هل الاولى تاريخيا لخسارة السالمية ب7 أهداف والأولى تاريخيا بنظرة أخرى فوز التضامن ب7 أهداف؟ لا، كخسارة في كل البطولات للسالمية سبق أن خسر أعتقد 8 أهداف في بداية تأسيس نادي السالمية، ولكن في كأس ولي العهد هي أكبر خسارة حق السالمية، وثاني أكبر نتيجة بعد 2008 فاز الجهرة على خيطان 6-4 في كأس ولي العهد فيها 10 أهداف. 10 أهداف يعني، وامس 10 أهداف في المباراة 7-3 يعني. بالنسبة حق التضامن فاز من قبل على السالمية؟ مو بهالنتيجة، لا مو بهالنتيجة ما فاز. لا ما فاز بهالنتيجة. إذا تسجل؟ تسجل إيه، وتسجل كثاني أكبر نتيجة بتاريخ مسابقة كأس سمو. ليش أكبر نتيجة؟ 10-10
لا لا ثاني أكبر نتيجة في مباراة 6-4 هذه 10 أهداف فيها وهذه 7-3 فيها 10 أهداف فثاني أكبر نتيجة. طيب بعد اللي صار أمس والحكي اللي تكلمنا عنه أمس وفي كثير من الناس قالوا والله من ألقى اللوم على الجهاز الإداري وفي أيضا ناس من جانب آخر ألقوا اللوم على اللاعبين كجهاز فني خاص وأيضا اللاعبين تحديدا، لكن اليوم شفنا والمتابع الجيد وسائل التواصل الاجتماعي أنه بعد الاجتماع اللي كان مع اللاعبين وشيخ تركي اليوسف كإدارة نادي السالمية صار في اعتذار شبه أو إن صح التعبير عام للاعبين، اعتذروا اللاعبين جميعا في تويتر. بروضان شو تشوف هذا الاعتذار؟ أول اعتذار على شنو؟ إذا اعتذروا إذن في شغلة اعتذروا عنها، بس أنا أقول اللوم لا يوجه لأحد، هذا هو هذا تفوق نادي التضامن اللي قاعدين يبخسون حقه. التضامن لعب كرة مثالية ومتطورة، أما يقولوا لي والله الناس السالمية لاعبينهم ما أدري شنو عندهم مشاكل إدارية ومالية ومش عارف، لا هو زلزال بمقياس رختر 7 درجات وبداية من الدقيقة الأولى. بس برضان 7 وايد يعني. 7 وايد كانت 8. كانت 8 هذا انت قلتها ما الغي الهدف بدايه التسلل هو متسلل. هذا مجهود قاعدين يبخسون حق نادي التضامن والمدرب رادي اللي عمل توليفه خلال هالفتره القصيره وخلال توقف خليجي 23 واستطاع ان يبني فريق صراحه اذهل الجميع واذهل السالميه اللي جاي لنا التضامن يعني. طيب. كان ما كان ذاك الصوره ومن الدقيقة الأولى زلزال، بعثر أوراق نادي السالمية ويبي يلملمون بس ما قدر. بعذبي فنياً بنتكلم عن هذه المباراة شون شفتها؟ بتركي هي أسوأ مباراة للاعبين نادي السالمية من تقريباً من 4 إلى 5 مواسم أنا شاهدتها، وأفضل مباراة لنادي التضامن من 5 إلى 6 مواسم. نادي التضامن أمس نادي ما قال برضان قدم كرة جميلة، كرة ممتعة فيها أهداف وهي متعة كرة القدم هي الأهداف. يعني هو توازن بين ضعف السالمية ولعب التضامن. طبعاً بس إيه؟ ما إحنا ما نقول عشان ضعف السالمية التضامن فاز. لا التضامن قدم مباراة كبيرة صراحة. ممكن حتى السالمية بيومه ممكن يخسر كان على مستوى نادي التضامن. بس إحنا نتكلم حتى لما تكلمت على تويتر ما تويتر. أنا عندي قاعدة إذا أنا كمدرب إذا أنا خسرت أنا أتحمل مسؤولية بعد الضغط عن فريقي أنا كمدرب، حتى لو اللاعبين عندهم هبوط في المستوى بس أتحمل المسؤولية. وقت الفوز أنا أرمي الفوز للاعبين لأن هذا يشد من أزرهم، بس إذا تكلموا وتأسفوا يعني الخطأ مشترك، ودائما الخسارة والفوز هو مثلث نجاح أو فشل إداري فني لاعبين. فأنا بوجهة نظري أن أمس ما يتحمل الخسارة يعني مدرب لوحده ولا لاعبين لوحدهم ولا إداري لوحده، يتحملونه الثلاث المثلث الأضلاع، ثلاثة أضلاع هذه المحلة إداريا فنيا ويا اللاعبين. فأعتقد أن هذه كبوة وعادي في فرق كبيرة وبطلة خسرت بالأرقام هذه، ولكن الصعب أن العودة لما تعود أنت هذه شخصية البطل وشخصية الفريق المنافس. يعني ما تشوف لهم عودة بكأس الولايات؟ هو يعني شبه الأمل شبه مفقود، ولكن في دوري في كاس الامير فاعتقد انها تعطيهم نقطه بعد الاجتماع اليوم، تعطيهم نقطه او دفعه معنويه كبيره لاستمرار المباراه. زين الدوري مفقود ابو عذبي ليش ثالث؟ بس انت كرجل فني نشوف احنا على النتائج الاخيره والكويت فارق يعني في صح طايح فنيا، ولكن في قسمين تقريبا في 14 مباراة زي. انت ما تدري شنو اللي يصير، انت تقدم المستوى ممكن السالمية في مبارتين ضد نادي الكويت يقدر يفوز فيهم يقلص الفارق او يقدر ينافس. هو السالمية ما اقول لك السالمية مؤهل انه ياخذ الدوري، احنا واضحين جدا المؤهل ياخذ الدوري نادي الكويت. واضح نادي الكويت انه هو افضل فرق فنيا ونفسيا واداريا يعني كلاعبين وكاداره وهذا، ولكن احنا الجهرة. نتكلم الجهره بعد ياتي المرتبه الثانيه الجهره ياتي المرتبه الثالثه السالميه. انا اعتقد المنافسه بين الثلاثه ذيل، ولكن هو شخصيه البطل موجوده عند منه النادي الكويت. انزين الاول الكويت، الثاني الجهره، الثالث بصراحه انت تشوفه قادسيه ولا سالميه؟ سالمية. فنيا مو بالترتيب سالمية. خليك من الترتيب سالميه. السالميه طبعا على 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 القسم الاول سالميه. سالميه عبد العزيز ابو سعود، بتكلم انا عن النتيجه اللي حصلت، ما زلنا احنا كنا في جزء اخير ما قلناه بحلقه امس عشان المشاهد دائما نتكلم عن هذه الاجزاء، خصوصا انه كان في فعل وردت فعل اليوم في تويتر وغيره من وسائل الاعلام. هل يتحمل عبد العزيز حماده
هذا الثقل من هذه النتيجة اللي صارت ويستوجب على ذلك استقالة المدرب؟ شوف خلني أقول لك شغلة أبو محمد، يعني يمكن كل الكباتن هو صديق عزيز لهم والكل يعرف، وما يعني ما في أحد يعني وده يعني ينتقده بشكل يعني مو صحيح. إيه؟ انا بس اللي بوصله ان نتيجة 7-2 انا عندي قاعدة كذي في كرة القدم، 7-3 عفوا. إيه؟ عندي قاعدة في كرة القدم اذا كانت في نتيجة خسارة كبيرة انا احمل اول شيء لاعبي النتيجة الكبيرة، لان اذا لاعبين زينين ومستواهم زين مستحيل يخسرون نتيجة كبيرة مهما كان المدرب، مهما كان سوء المدرب. فاعتقد انه يكون سوء اللاعبين اكثر من المدرب في المباراة. الشيء الثاني الكابتن عبد العزيز حمادة احمله في شغلة، هو أراد تغيير التكتيك وطريقة اللعب وسحب فيصل العنزي وكأنه كان الخطأ كله فيصل العنزي. إنزين. لكن بالعكس زادت 5 أهداف عليك، فمعناته أنت قراءتك للمباراة ما كانت سليمة. مع احترام. من يتحملها عيل؟ أنا قاعد أقول لك أول شيء اللاعبين ومن ثم المدرب. على أساس قلت اللاعب؟ لأن النتيجة الكبيرة اللاعب هو داخل الملعب، هو داخل الملعب مفروض يعني يكون صاحي. ما يرضى. ما يرضى إنه يخسر فيها النتيجة. أنت الحين خلينا نقول لعب سكة ما ترضى تخسر النتيجة كبيرة. ايه؟ فاللاعب لازم يكون عنده هذا الأمر. إحنا أمس شفنا مو معقولة يعني نادي في كرة القدم ويتدرب تدريبات يومية يضرب يمكن 8 مرات 9 من الخلف. ايه؟ يعني كرات طولية وكرات من ظهر المدافعين، شيء مو طبيعي كان. انزين. في المباراة يعني أنا على كلامك بإجابة سؤالي أن هذه النتيجة ما تلزم أو ما تحد عزيز حمادة الاستقالة. لا لا أنا ما طالب مدرب مقدم السالمية، أنا من وجهة نظري ثاني أفضل فريق هو مع الجارة بعد الكويت، هم متنافسين في المستوى العالي والمستوى الفني كان مميز جدا. وكانوا من الصعب يخسرون في أي مباراة حتى التعادل. المشكلة كانت، أنا خلي أقول لك يا بكل صراحة، المشكلة أن الخسارة جت أمام التضامن. التضامن إحنا نعرف فريق كان منهار، فكان فريق جدا نتائجه سيئة، فلما تي التضامن يفوز على السالمية الجمهور ما يتقبله. أنا ثق تماما لو أن الكويت فايز 7 أو القادسية ما كانت كل هذا الشيء، نعم خسارة كبيرة بكل الأحوال حتى من الكويت والقادسية، لكن الجمهور مو مصدقها. يعني أنت لما تقول 7 فايز تضامن على ما تصدقها. طيب. إلا لما تشوف المباراة. بس الاستقالة سبق وأن عزيز حمادة نادى باستقالة ماهر الشمري لما خسر 8 من الكويت، وماهر الشمري خسر من نادي الكويت المتصدر والبطل، وأنت خسرت من التضامن، المفروض مباشرة بعد المباراة يعلن عن استقالته. يعني إذا هو على كلامك يا جماعة، المدرب بس إذا هو قال عزيز حمادة قال حق ماهر أنت لازم تستقيل أو طلب بالاستقالة وخسران من الكويت 8 بوفهد، هذا معناته أن المفروض هو يطبق هذا الشيء عليه. هو خسران 8 إذا يعني كان إذا كان هناك كلام نفس اللي قاله أبو بروضان. شوف أنا حقيقة ما سمعت الكلام من، يمكن بروضان شاف سمع الكلام، أنا ما سمعت الكلام يعني من عبد العزيز حمادة، وهذا إحنا ما تكلمنا في مواضيع سابقة. لما يصير مدرب موجود مدرب فريق يتكلم عن مدرب آخر صحيح، وهذا خطأ. يعني إحنا تكلمنا في البرنامج تذكر في هذا الكلام تكلمنا، وما يصير مدير فريق يتكلم عن فريق آخر، وهذه مشكلة كبيرة راح نواجه مشاكل. كذي البرامج ما راح يصير فيها. لا 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 ما يصير. لا لا ممكن. الحين أنا يمكن كضيوف ما يقدر يتكلم. استضافة ستيب استضافة نقد بناء. ما تجيب مدرب يتكلم عن مدرب فريق آخر، هذه عمرها ما صارت. بس ما يكون محلل يعني. ما يصير محلل. ايه؟ أنا أتكلم مثلاً تيبة ضيف. ضيف. مرة. ايه؟ ضيف مثلاً تيبة بالشهر مرة أو بالشهرين مرة، تبي تعرف شنو مشكلة. بالأسبوع مرة. مثلاً لا. أنا قاعد أختم البرنامج. لا إحنا إحنا بنتكلم بشكل عام. يعني هذا صحيح، يعني المفروض إنه يكون في هذه الطريقة. ايه؟ راح تصير مشاكل كثيرة، مثلاً مدير يتكلم عن مدير آخر أو مشرف آخر ما يحق لي. أو مدرب يتكلم عن لاعبين ما يحق لي مثلا مدرب ينتقد لاعبين. زين ابو فهد تكلمت عن خليل بلام بالبرنامج، حمد ابراهيم بالبرنامج، بس مو مدرب. انا مالي طرف، انا محلل، مالي طرف. انا انتقد نقد بناء بشكل عام ان مدير، او ما اتكلم عن خليل او اتكلم عن انا تكلمت عنهم، اقصد انه المفروض ما يطلعون بالبرنامج وهذا امر انا اتكلم من حقي ان انا اتكلم، وهذا شيء اليوم نشوف فيه اخطاء كثيره. بس انت شايف وكلنا عارفين اداره النادي سامحه هالشيء، هذا خطأ. هذا من طبعا انا ما الوم الاخوان، الوم ادارات الانديه. اداره الانديه فيها مشكله كبيره انها تسمح لمدراءهم لمدربهم، هذا خطا. أنا حتى اللاعب ما يبقى مفروض في ممتاز. دائما احنا في العربي نعم. نسمع راي ابو عبد الله. ابو عبد الله ايش رايك باللي دار الحوار وختم فيه ابو فهد؟ شوف يعني احنا الاخوان لما تكلموا، لما انت المدرب يتكلم عن مدرب ثاني او الاداري يتكلم عن اداري ثاني، يعني يحط اللوم عليه
انت ممكن بيوم من الايام تصير بنفس الموقف ما ترضى احد يتكلم عليك. فانا اتفق ويا خاصه ويا كلام اخوي بدر لما يقول المفروض يعني انك اذا المدرب او مدير الفريق يطلع له ضيف مثلا بالاسبوع او 10 ايام حلقه بس مو كل مره. يعني زين انت كنت مساعد مدرب ودربت العربي. دربت العربي زين. العام طلعت ببرامج العام؟ لا ما طلعت العام. ما طلعت كنت أطلع مرة. بس يعني مو على طول. إيه؟ مو على طول يعني لان المدرب ما كان يطلع مدير الفريق ما كان يطلع فانا كنت انجبر اطلع بس طبعا بعد سماح من اداره الفريق. الحين احنا قاعد نشوف مثلا مع احترامي لهم مثلا انا اتكلم عن العربي مثلا عن بو نواف ولا عن بو انور خليل ابراهيم يعني كل ليله كل ليله انت طالع بالبرنامج انت قاعد تتكلم يعني حتى في حلقه من الحلقات يمكن الحلقه قريبه اللي مثلا بو انور قايل انه تصريح بو انور التصريح بو انور يقول العربي عندي اياه تبي اقرا لك اياه ايه اللي قايل اذا ايه؟ اذا الوصول لا ينطرون منه بطوله من فريق اذا هذا وضعه هذه بين قوسين انا احط لك اياها جمله وتفصيل مصيبه يعني انت شلون تتكلم عن لاعبينك بهالطريقه يعني كانه انت ما عندك ثقه بلاعبينك انت العربي المفروض تقول لا والله اذا ما دام طلعت تبي تتكلم اتكلم احفز لاعبيني اشد من ازرهم نتكلم بايجابيه ايجابيه احنا والله العربي لو وصل دور قبل النهائي عينه على البطوله مو انا اقول زين ابو عبد الله في نقطه هو شنو يقصد بهذا وضعه ويتكلم العربي هذا العربي اداريا ولا هذا العربي فنيا هو اعتقد قال الكلام بعد يمكن تاهل التعاقدات يمكن عشان التعاقدات اللي قال ان العربي ما يصير يتعاقد مع محترفين يدد اعتقد هذا كلامه بس انا اعتقد بتركي يعني المفروض ما يصير ابو محمد نسمع رايك بس على نقطه قل لي ليش السالميه الحين صارت لان السالميه قبل مباراه التضامن هو الاقرب للصعود قبل النهائي يعني طريقه سهل يعني ثلاث مباريات مع فرق انا ما اقول صغيره يعني صغيره جماهيريه ما لها عمل بالبطوله او مستوى السالميه من المفروض احنا نعرف ان يعني اخذ 9 نقاط وعنده 7-16 ومريح ينتظر يا القادسيه يا الجهره يا كاظمه فصارت المصيبه مصيبتين صار المصيبه الدبل ان داشين المباراه هو الفريق الوحيد مع نادي الكويت شبه اللي ضمنه مربع ذهبي لو يعدي هالمباراه فصارت هذه الكبوه فصارت المشكله العوده انه خسر وفقد التاهل يعني لو تحسبها من هني من هني من هني ما راح يصعد السالمية ما له امل الحين ما له امل باي شيء يعني امس انا قاعد امس كنا خلصنا الحلقه حطينا ورقه وقلم وحسبناها اي فوجهه نظري من انت المرشح الاول او ورا المباراه يقولون لك مبروك انك صاعد مربع ذهبي لا مالك شيء وصعب التنافس بالدوري لان فرق كبير يعني ممكن تنافس نوعا ما ما مالك الا كاس الامير بس حسابيا الزلزال ابو محمد ابي اسمع رايك باللي شفته أمس والأقاوي اللي صارت اليوم وحتى بتصريح أبو أنور أبو تركي أول شيء الكرة منافسة بين الفريقين لا يمكن بأي حال من الأحوال أنك تتنبأ أن فريق فايز قبل المباراة أو أنه هو ضامن الفوز فمنافسة مشروعة بين فريقين المجتهد يفوز في المباراة أمس التضامن كان في يومه السالمية ما كان في يومه ببساطة يعني أما أني أحمل المدرب وأطالبه بالاستقالة يعني إذا كل خسارة بطير مدرب ما يبقى لك مدرب بنادي بالموسم كل نادي معرض إنه كل مباراة يشيل المدرب منو كان يتوقع في كأس العالم بس رضان يقول لك أبو محمد إنه هو قال حق ماهر جايك بالكلام كأس العالم البرازيل في أرض مكسرة 7-1 منو كان يتوقع استقال المدرب لا ما يخالف كانت آخر مباراة ومش المهم إنه استقال بس إني أنا كل خسارة أخسرها أسن سيفي على المدرب وصير هو الضحية ويقدم استقالته ما يجوز بعد هذا يعني نسينا كل أداء السالمية والمباريات الطيبة اللي سؤال محمد تفضل متى الوقت اللي يقدم فيه استقالة المدرب في آخر الموسم إذا هو يخسر 7 وأنت تقول لا خسر 7 بظروف عيد هالمباراة 100 مرة ما تنتهي بنفس النتيجة ترى يعني صار هذا في قمة يعني يومه وإذا عدنا البرازيل 100 مرة ما يخسرون وخسر ب6 مع نادي الكويت من الأوزبكي وما استقال منو أهو عزيز حمادة كان هو مدرب الفريق يوم ان خسرته برا 6 كان مدرب الكويت خسرنا 6 انت تعرف شنو الظروف اللي ادت للخساره 6-0
اي بس نتيجه قاسيه. لا انت طاير 18 ساعه ولاعب ثاني يوم وما في فنادق والوضع كان مو مريح يعني، والظروف ما له علاقه فيها المدرب، وفرق التوقيت واشياء وايد يعني، شنو علاقه المدرب بالموضوع؟ 6-0 هذه انا يعني، انت تخيل تروح اليوم عندك ليل باكر نهار لاعب هناك وانت مو نايم يعني، اكيد بتتاثر انت يعني. هذه ظروف المدرب ما له علاقه فيها. طيب زين ابو تركي، تعقيب بسيط، قل لي على ان الادارات ما تسمح للاعبين المدربين الظهور الاعلامي. زين، ما في اداره فريق تجرأ ان تكلم اي مدرب من عدم الظهور في البرامج الرياضيه الحواريه، لانها هي اخذتهم من هالبرامج، هم كانوا محللين في البرامج الرياضيه، ما كانوا ماسكين اي فريق. زين احنا من البرامج هذه اخذوهم. رمضان رمضان عطني مثال بهذه، مثال اسمع مثال كان علشان لا يجي باكر نسمع من الناس من وين يطلع. عبد العزيز حماده ما كان عنده فريق، بس مدرب محمد دهيليس ما كان عنده فريق، محمد ابراهيم ما كان عنده بس فريق، بس مدربين من اصل دهيليس كان يدرب الحين رمضان. لا لا ما كان يدرب الحين، بلى بالفتره هذه لما طلع من نادي السالميه ما درب احد يعني. بس لحظه ابو يظهر بالبرامج الرياضيه ومن ثم التعاقد مع الانديه. بس دقيقه بس خل اقول شغله، قول تفضل. الحين هو يعني البرامج الرياضيه احنا نقول وليده يعني، توه صارت بكثافه ويجيبوا المدربين وهلا 5 سنوات 6، لكن انت ما تنكر انه كان مدرب في السابق قبل يكون صح محلل. أوكي. فاعتقد مستحيل انه ياخذونه على اساس انه يحلل بس. هم السي ما يقدر يمنع المدرب هذا، ما يقدر يمنع من الظهور لانه اخذها عن طريق لا في شرط عقد. ابو رضوان ليش ما يمنع؟ يقدر يمنع بالعقد، يقدر يمنع. صح كلام ابو رضوان، في نقطه ما يجرؤ. النادي الوحيد اللي عنده نظام احترافي هو نادي الكويت، هو الممكن وقادر انه يمنع لانه عنده نظام احترافي. صح، الانديه الباقيه يمنع منه مدرب يعني، يقدر يمنع مدرب، يمنع مدير. وشفنا احنا نادي الكويت لا مدير طلع يعني، خالد يطلع ولا عادي. قصدي يعني لا مدير، مدير فني قصدي يعني، مدرب طلع ولا الا بامر منهم ويقدر يمنعون. نادي الكويت ما عنده مشكله يعني، يمكن هذا يطبق على اكثر الانديه كذي، يقدرون بس انه من امر منهم. في تقدر انت في العقد تكتب ان انا ما اطلع فيها. انا 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 وجهه نظري رايي ان نادي الكويت الوحيد اللي عنده نظام احترافي كبير، ويقدر المدرب او حتى المساعد او حتى اللاعب ما يطلع الا بعد استثناء. وعد انت كنت مدرب طلعت برامج وانت مدرب يعني نفس على نفس الحوار السنه اللي طافت رفض. لا انا رفضت السنه اللي طافت لما كنت بنادي الجهره. اي ما انا اعتذرت عن اني اطلع في برامج. السبب منع نادي ولا لا؟ لا مو نادي، مو قصري، بس كان وضع الجهره يعني كان خسارتين او ثلاثه، فما اقدر انا اطلع نفس ما قلت. عايد يعني عايد رضوان قال تطلع وتحلل المباريات والفريق هذا شويه عنده، وانت فريقك خسران ثلاثه وفي هبوط. فقلت انا يعني انا واحد من الناس ابتعد عن يا معود انت شوف فريقك اول. أيوة يعني ما احب هذه الجزئيه اللي احنا نقولها دائما، يعني شوف فريقك بعدين انت انا اشغل صح للمدرب. بس ترى هذا الامر يعني بس عشان يكون على واقع، ترى شوف دول الخليج حوالينا، شوف الدول العربية، شوف العالمية، ترى ما في مدربين مدراء فرق يطلعون برامج يكون يدرب. احنا هني نسوي في على راس عملة. احنا هني انا معاك، انا اتفق. انا ترى الفكرة يعني هي مو 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 لا يطلع ولا ما يطلع. انت طالع حوالينك، نبيل معلول في منتخب تونس ما طلع في طبعا ما طلع. لا طلع طلع, طلع. لا يعني طلع في بين يعني سبورت. لا لا طلع يعني طلع, طلع وطلع ويدش طلع. يعني خليك يدش مداخلات. لا 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 بس طلع وتركي في الكويت راح يطلع وتركي. لازم نعرف في برامج حواريه وبرامج تحليل. التحليل اللي هو المباراه بين الشوطين ومباراه يعني تلفزيون الكويت، وهذيلهم غايبين القناه الثالثه. ممنوع مدرب، عطني مدرب كويتي على راس عمله يحلل المباريات الدوري باللي داعه والتلفزيون. هذه شغله مدرب او مساعد مدرب، عطني الحل. هذه مهنيه. لا لا ممنوع. انزين بعد شلون يقدر يحلل؟ بعد يقعد يصير محلل عندهم في مباريات. لا لا يعني بس المصيبه هذه. لا لا يوم بيوم يكشف يوم بيوم. مثلا مباراتي اليوم ممكن اطلع تشر يعني ممنوعه عندهم. ممكن ممنوع. انزين اقول لك ممنوعه، بس البرامج الحواريه ممكن انا كمدرب مثلا اي هني ما حل الفريق. ابو سعود يقصد البرامج العالميه هي برامج تحليليه ما هي حواريه يعني. لا حتى الحواريه انا ما شفتها يعني، ما شفتها انا في عالميا ما اشوف كثره في برامج الحواريه في قنوات الاخرى الخليجيه. ما اشوف انه عندهم ضيف محلل يكون كمدرب موجود على راس انا ما شفت. مدرب ارسنال فينجر يطلع برامج، فينجر يطلع بالبطولات المجمعه. ايوه كاس عالم واقف نعم. الدوري يعني انا الحين بقول لك شغله، نبيل معلول متاهل كاس العالم يطلع مع البيان
لا يطلع ما راح يطلع تحداك شو يطلع خلال البطولة. هو متى كاس العالم في تحليل ما يطلع مستحيل مو بكاس العالم لا اتكلم كاس العالم ها انت انا اعطيك مثال بالبطوله خلاص منتهي الدوري عنده ومنتهي كل شيء بس بالتصفيات طلع ترى بس التصفيات لعبت نبيل الاولى انا اتابع عدل وطلع والكثره القديمه مالت نبيل يعني ما كان اللي كان يطلع بحلقات مستمره او بس احنا عندنا طلع ابو سعود احنا مدرب منتخبنا هو يحلل هناك لا انا قاعد هني شوف في الكويت هو شوف يعني بالنهايه هو مدرب شنو كنت توصل لما تقول في الكويت صار وغيره ما صار شنو يعني انا ما ابي اوصل فكره انا قاعد اقول لك ان هذا الشيء شوف ابو تركي اي نعم الاتحاد موافق انك تطلع هذا لا عندي مشكله الاتحاد ما يوافق ما يوافق بس انا اللي بوصله ان انا ما قاعد اشوف مثلا الحين برنامج المجلس يعني مثلا خلينا نكون نروح مثلا قناه الكاس ما قاعد اشوف انه محلل مدرب على راس عمله عندهم ما شفت يعني ولا اشوف يمكن يضيف ولا مشرف فريق ولا يكون ممكن رئيس نادي ممكن اغلبهم اجانب انا قاعد اقول لك يعني هذا البرامج احنا نقول انا ما اتابع كل البرامج بس انا شخصيا ما شفت هذا الامر ابو عذبي ترجم طيب منو اللي خلانا ندش بهالموضوع منو اللي لفنا ورضان ورضان انت اوراقك تختلف عن اوراقك بموضوع ما كان موضوع توني قاعد اتذكر اقول انا وين مدري صرت يوتيوب تكتب شيء وتتفاضل مدري النقاش في البي ان ميدو لما خذوا الزمالك حتى سووا له حفله وداع وراح درب الزمالك واعتذر عن البي ان عقب ما قرعوه ايه هناك خسارتين ثلاث رضا مرتضى منصور طيب راح اتكلم عن ابي اتكلم وابتدي ابو فهد وطبعا النقاش مثل ما احنا ماشيين عليه صح بخصوص سيف الحشان ابو فهد سيف الحشان صار له شهرين ويا القادسيه لكن ما قاعد نشوف صحيح. استفادة من القادسية أو استفادة من هذا اللاعب القادسية صحيح سيف اعتذر يعني قال بروح عنده علاج بالخارج يعني أحد مع أحد من أهله متى الحكي مع والدته إيه. أول ما بدأ أول ما لعب المباراة المباراة الأولى مع نادي القادسية وبعدها انتقل قال إن أنا ما راح أقدر زين هو متى رد انتظام مع القادسية ما اقدر اقول قبل اسبوع قبل شفناه قاعد يسخن بين الشوطين إيه نعم. انا اعطيك هذه تفاصيل هو اللاعب يعني تقريبا قبل اسبوعين و15 يوم إيه؟ دش التدريبات والمدرب كان يعني من ضمن حساباته سيف الحشان ومحمد خليل يدش كبديلين يبي ينشط الوسط لكن اصابه فيصل سعيد هو فضل الاجهز اللي هو محمد خليل واللي انت يعني اتذكر من البرامج طالبه ضرارك يا مسعود بحسابات مدرب يعني اصابه مصادرها صحافه اضطراريه لا كان تسخين لهم هم اثنين هم كان واضح يعني فيعني كان يبي يحسن اليوم من الصبح يعني اخذت من بعض الزملاء في نادي القادسيه وقالوا لي ان المدرب اضطر يعني على انه لما بدل فيصل سعيد فما قدر يشارك ايضا تياغو اضطراري بعد عنده تبديل اضطراري أيوة. المدرب يعني هذا الامر صح. يعني نوعا ما انا اقول اثر على مستوى القادسيه صح طيب في احد عنده استفسار بهذا الموضوع او اي تعليق حلوين احنا خذينا اخبار سريعه مثل الديوانيه كذي مع بعض وكل واحد له وجهه نظر بخصوص المباريات اللي طافت وايضا ردود فعل مثل ما قلت لكن هناك محاور بنتكلم عنها ان شاء الله بعد الفاصل رجعنا وياكم بعد الفاصل عندنا اتصالات ما شاء الله الكل ناطر ان يعلق بس عندي سؤال حق ابو فهد ابو فهد امس فلتتم القادسيه لا كره ما يفلت من القادسيه شوف حقيقه دائما مباراه كاظم والقادسيه فيها من الجمال صح احنا فقدناها بفتره لكن انا اعتقد مباراه دائما كاظم عندهم تركيز دائما قوي امام القادسيه وأنا أتمنى أن يواصلون هذا التركيز في جميع مبارياتهم وليس في مباراة واحدة بس نادي كاظمة بالفترة الأخيرة كل من يشيد في مستوى ونتمنى أنا أقول أن الفريق هذا حاليا هو في نضج اليوم ليش أن غالبية لاعبين ترى 28 29 30 يعني فريق عمره صغير ترى يعني في سنوات الموجودة القادمة يعني لازم يأخذ بطولة يعني اللاعبين صار لهم سنين طويلة أن أنت قاعد تتمرن وتروح التمرين وتضيع وقتك وتسوي كل شيء ناقصك تأخذ بطولة فلازم يكون التركيز أن أنا جاي أخذ بطولة مو أي أسير الثالث أو الرابع بس فلت أمس من القادسية لا ما فلت من القادسية أنا أعتقد كظماوي طلعت القادسية اللي فلت مو كاظم اللي فلت أنت كظماوي
مو كظماوي انا على المانشيته دافع عن مانشيتي اعصار اعصار اوليفيرا امس بس الله نجاهم الحبيتر وصلبوخ ومشاري شيء خيال حبيتر اخر شيء ضيع اخر هو اللي دمر كامل الحبيتر لازم يكونون كذي برضان يعني الفريق حاليا في نضج كروي صراحه يعني خلاص لازم ياخذ بطولات بصمات اوليفيرا بينت هو لا شك انه مدرب مميز في 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 صفقه جايه ان شاء الله كارلوس لاعب النصر نعم. مطلوب من كاظمه ايش رايك لو تمت هذه الصفقه كولومبي يعني كاظمه اليوم صحيح ناقصه هداف نادي الكويت ما قصر في فابيانو ومحمد طبعا هي صفقه كانت نادي كاظمه كان يعني فابيانو كان عنصر مهم في نادي كاظمه لا شك بس طبعا اللاعب ومصلحته حتى الانديه الاخرى من حقها ان تشتري اي لاعب موجود اليوم كان زاد انا اعتقد ما ادري عاد نادي كاظمه ايش اللي صار معاه في مبلغ مالي او هو اللاعب يبي ينتقل نادي ثاني ليش انه في بعض اللاعبين تركض ورا الانجازات يعني بعض المرات تخفي الماده تبي الانجاز واليوم الانديه دائما في الانجاز اليوم منو اللي يقول لك اليوم اي لاعب موجود محلي او لاعب محترف ما يبي نادي الكويت ليش نادي الكويت اليوم في انجازات كثيره على مستوى الفرق جميعها يعني وليست كره قدم بس فاليوم كل الانديه او كل اللاعبين يطمحون يلعبون في نادي الكويت ليش يبي انجاز اللاعب اليوم يهم الانجاز الانجاز ما هو سهل ترى الواحد اللي ياخذ الانجاز صدق يحس في لذه الانجاز انا اعتقد اليوم فابيانو يبي الانجاز كذلك ياله مبلغ يمكن مردود طيب من نادي الكويت وهو يحتاج انهم بعد هو كلاعب يبي هو ماشي على اسمه اعتقد يبي يطلع بعد ابو فهد عندي معلومه ومو محمد وياي فيها بس انجازاتك يا ابو فهد بنادي كاظمه اكثر من انجازات لاعبين الجيل الذهبي صحيح هالكلام جيل ذهبي على مستوى نادي كاظمه صحيح اي على مستوى نادي كاظمه ليش ان انا لعبت في الجيلين زين جيل معاهم ناصر غانم يوسف سويد صحيح في على جيل نادي كاظمه صحيح ليش ان انا اخذت معاهم انجازات واخذت في في بعد انجازات ابو محمد بس عطنا الابروف صحيح كلامه يلعب على الحبلين كلامي صحيح كلامه وتاكيدا لكلامه لا عقب البرو هذا الاخير اللي اخذاه وعبد الله بلقاءات 18 بروضان وايد يمدح أوليفيرا مدرب كاظمة يعني بين شبه حلقة وحلقة هو يمدح بهذا اللاعب أبي أسمع رأيك عفوا المدرب والله أنا شو يعني مستوى كاظمة بالفترة الأخيرة أبو تركي يبين لك أن المدرب زين يعني هذا أوليفيرا يوم يا الكويت يعني سمعته كانت سابقته الكل كان يتكلم عنه يقول له مدرب زين وباين عليه يعني يمكن قبل الهوى تكلمنا يعني شوف أو بداية الحلقة كاظمة يعني قاعد نشوف يصعد تدريجيا قاعد يصعد تدريجيا الكل متفق على هالنقطة يعني خاصة مباراة أمس اللي لعبوها يعني أنا فريق كاظمة أمس يمكن من أفضل المباريات اللي قدمها مباراة أمس ومباراة الجهرة مثل ما قال أبو فهد مجموعة أبو تركي مجموعة لاعبين صار لهم فترة يلعبون مع بعض اللي ينقص كاظمة يقولها محترفين زين اي صح يعني خليتها من طرف لساني يعني ما اشوف محترفين جيدين عند كاظمة يبي لهم محترفين خاصة بعد رحيل فابيانو يبي لهم مهاجم جيد يبي لهم واحد بالنص زين ومدافع جوسن خلاص انه بيمشونه وتركي شوف كاظمة مدرب كاظمة هو يفرض علينا ان نتكلم عنه العمل يعني تخيل هذا مدح اي طبعا تخيل انت تبدا الموسم ثلاث عناصر مهمه جدا فابيانو يوسف ناصر طلال فاضل غير موجودين واحنا نعرف كاظمة من اربع خمس مواسم هالثلاثه هم النجوم واضحين هم عاملين الفارق خاصه فابيانو هداف الدوري يمكن ثلاث اربع مواسم فتبدا عمل مع فريق ما عنده الا نجم واحد انا بالنسبه لي اسمع كاظمة موسمين اقول لك يعني ايه يعني الموسم هذا بدايه الموسم هذا إيه؟ ف مع نجم واحد انا بوجهه نظري هو مشاري العازمي كابتن الفريق تبدا الموسم هذا في مستوى يعني نوعا ما سيء وتكفى سلطان يا ابو عبد لا لا انا اقول لك كنجم صربوخ. كنجم اي كنجم يعني سلطان. مشاري طبعا سلطان لاعب انا فريق نادي يعني شوف كلامك عم تمام ابو عبد بس يعني سلطان وايد ناس تكلموا عن لعبه امس و مو اللعب هذا بس ما اخذوا المنتخب هو اليمين مشكله باليمين لا ما في يمين احنا السيد بنيك موجود وموجود اسم سلطان
ويعرف سلطان ويعرف حبيتر ويعرف مشاري العازمي ويعرف لاعبين كاظم ويعرف كل اللاعبين الأندية. هو الاختيار بالنسبة له هو المسؤول عنه 100%. احنا قعدنا وناقشنا وياه حتى على حبيتر وقلت له كابتن تو مقول عليك قولين الظاهر من هذه انا اللي وهكت حبيتر. قلت له قال لي لحبيتر قلت له اللي قول عليك قولين كان فايزين كاظم على الجهرة 3-1 ومقول قولين اجمل هدفين انا شفته. ترى بنيك لما سألناه هني ما ذكره. شنو ما ذكره؟ حبيتر شو ما ذكره؟ يعني ما ثبته ما تكلم قال ان المرحله القادمه انا قال لا انا سمعته قال انا عندي تفرق عن بدر وعن مثلا فيصل زايد ولا فهد العنزي هو لاعب ممتاز انا سامعه لاعب ممتاز وهذا بس في فروقات صغيره ان هذلاك افضل نوع ما او اجهز انا سال مو حاطه براسه إيه انا قعدت انا وليد نصار حتى وليد نصار كلمني مرتين قال لي رد عليه على الحبيتر وردتها 3 مرات هذا ولد نصر موجود وقلت له كابتن اللي قول عليك قولين انا عدتها مرتين قال لا بس كان يقول ما بي طيب اخذ اتصالاتي عفوا بس سامحوني اخذ اتصالاتي لانهم ناطرين. فيصل الثويني اول متصل انا ما سمعت ترى الا فيصل سجلت فيصل بس فيصل الثويني حياك الله يعطيك العافيه تركي يعافيك ويسلمك واحب امسي عليك على الموجودين الكباتن حياك الله. عندي سؤال حق بروضان. تفضل. بروضان متحمل وايد على المدرب الوطني. متحامل قصدك. متحامل. أنا كوني مدرب وطني في بعض الحلقة تكلم فيها قال المدرب الوطني ممرن وليس مدرب. هذا صح. والسؤال الثاني. تفضل. في شغلة قالها أن حبط المدربين الوطنيين. هذا حتى حبيت أنا كوني مدرب كوني مبتدئ يعني. فقاعد اشوف كله متحامل على المدربين الوطنيين ما ادري ليش. والسؤال الثاني ابشر هل في شغله يعني بينه شغله شخصيه بين كابتن هاد ابراهيم وعزيز حماده اشوف بدايه الحلقه متحامل وايد عليه مع ان انا قريب منهم ترى برضه جاوب الحين ابشر يعني انا دائما اقول بعد هذا بس فيصل خلك جاوب الحين يا العزيز ومحمد يا فيصل اول شيء انا اقول ليش ممرن ترى الممرن ترينر يعني هم ترى مستوى لا عالي لا بس المدرب هو السؤال إيه؟ على محمد أنا ابراهيم داش كابتن داش محمد ابراهيم وكابتن عبد العزيز داش لك الحين عليهم بس خلنا اوضح له ان المدرب هو ياتي بمرتبه الثانيه بعد رئيس النادي هذا تعريف الكوتش المدرب ايه هذا على محورنا بنتكلم نجي حق الاخ محمد ابراهيم وعبد العزيز حماده وكامل احترامي لهم راضيك اداء محمد ابراهيم مع العربي العرباوية يشتكون وهو يقول بنفسه أنا أشكر إدارة العربي وجماهير العربي ولاعبين العربي إنهم صابرين علي لحتى هذه اللحظة يا جماعة والحين جاك التضامن فيصل يقول لك في شيء شخصي لا والله لا نتكلم عن أداء في شيء هذا هو عشان كذي أبيك تجاوب على الهواء ما بيني وبينهم إلا أني احترمهم بس أنا أنتقد عملهم ما حد يزعل عمل رضوان والله أنتقد عملهم من راضي على أداء محمد إبراهيم مع العربي بس امس والعالم هجوم فيصل عليك. انت كنت تبي السؤال انا ما اخلي المتصل يحاور ضيف الا في موضوع انا ممكن افكر انه لازم يصير على الهواء انت قلت في موضوع شخصي عشان كذي دخلت برضان لا والله فيها. ما لا عدل كابتن عزيز عطيه عزيز حماده ونمسي على زميلنا عزيز عطيه ولا كابتن محمد انت جايك الدور يا فيصل بس تستلم فريق وانا اوريك سمعته لا يا فيصل كل احترام والله عزيز وغالي اخوي فيصل عمل. اللي بعده بس ما سمعت الاسم منه احمد الفريح حياك الو احمد الفريح اللي بعده مو مشكله حياك الله تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أخوي جزاك الله خير بدال من الكلام عن شيء مضى ليش ما يتكلم عن المستقبل يعني شلون تطور الكرة الكويتية وترفع مستوى اللاعب الكويتي خاصة في كل أندية العالم 97% منها كلها مخصصة احترافية يملكونها أشخاص خاصة الشخص إذا ملك النادي وصار هو مسؤول عنه وبالتالي هو أحرص الناس على النادي لأن هاي فلوسه تم قلبك فليش ما يتكلم عن هالشيء حتى يرتفع مستوى اللاعب ولا كذي ما أكو فايدة يعني ليست المسألة مسألة مدرب أو مسألة ملاعب أو مسألة مراحل خصخصة يعني هذه كلها قضايا نسبية يعني الأندية الآن كلها أندية تخصصية هذه نعم. يعني ليس هذه تطرحون هذا الموضوع بجدية أكثر بإذن الله الفريح يعطيك ألف عافية شكرا خصخصة الأندية محور قادم إن شاء الله بثقله وبإعداده شكرا فاضل مندني حياك الله صب
امسي عليك. اشوف الساعه بس تقول حياك الله يحب المساء. لا زيد لا زيد له هذا تفضل. 16000 دقيقه اعطوني. تستاهل يا فاضل. امسي عليكم وامسي على الحضور كله. حياك الله فاضل. كل ابوك على راسي يا فاضل. منورين الشاشه مندني. تبي وانت تعلق على 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 الحلقه او اذا كان عندك استفسارات الكاميرا تكون بس عند عايد؟ لا لا ليش شو السالفه؟ لا 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 خل تفتح لنا عايد. عايد كل يوم كل يوم انا منور فيه انا ما يحتاج عايد. الفرق عايد منور الشاشه عايد ما يحتاج. بنت مالك يلا تفضل. انا عندي اقول البارح مباراه غاسيه وكارمه يعني الكارما في احنا فريق مقاسيه كان في اسوء حالاته وكارما مو قادر يفوز عليه. متى بتفوزوا علينا؟ جايك الجهره الحين المباراه الجايه الجهره فك عمرك من الجهره. لا اني الساتر الله. شكرا يا اخوي فاضل يعطيك العافيه. دائما يعني اسئلته فيها كذي إيه هذه الروح الفكاهيه. معانا ابو مشعل بدر خالدي. حياك الله يا ابو مشعل. جانا ابو مشعل الله يسلمك. الو حياك الله يا ابو تركي رحب فيك ورحب بالخوالي. حياك الله يا ابو مشعل نمسي عليك بالخير يا الخالدي ومن زمان ما جتنا البرنامج والله. هذا محل محل يا ابو تركي وان شاء الله لا شك ان شاء الله اكون موجود وياكم. حياك. انا ما قاعد اسمع صوت ماجد الا ابو رمضان يمك الباجي والله ما عندي من انت ما اتصلت ابي ابو رمضان قولها صراحه بقى. انا بس ابو مشعل خلا يعني اذا ما كنت قدام الشاشه عندنا ابو عذبي كابتن ثامر عناد عبد العزيز جاسم ابو سعود ابو محمد كابتن معن الرشيد بدر حجي ابو فهد عسكر احمد عسكر ابو عبد الله ونعم ونعم هو اللي قلت اسمه اللي انت سامع صوته من اول حلقه ابو رمضان تفضل. تشرف انا الامانه قدام هالعمالقه اني انا اطلع واوضح الامور واوضح كل النقاط. تفضل. واتمنى ان تعطوني الوقت اللي تفضل. ابو مشعل بس من سؤالي واسترسل عاد شنو اللي صار اليوم بالاجتماع؟ تفضل. شوف الامانه احنا بعد مباراه طبعا ما بدنا نتخذ اي قرار لسخونه الاجواء والخساره يا جماعه اغلب اللي موجودين عندك يعني خساره وارده وممكن يعني فرق عالميه خسرت في السته والسبعه ونعطيك مثال عليها يعني قبل موسمين القادسيه خسر من السالميه سته وراها خذ كاس الامير شيء طبيعي بس لكن ما تمر مرور الكرام ما حصل الخساره اللي هي السبعه هذه. طبعا نشوف احنا طلبنا اجتماع ولكن اللاعبين بادروا بالاجتماع انه طلبوا اجتماع مع الجهاز الاداري والفني. ايه طيب شنو مضمون هذا الاجتماع؟ قبل لا احنا نطالب بالاجتماع، احنا طالبنا لكن هم طلبوا قبلنا ان احنا نبي اجتماع معاكم. للامانه الاجتماع كان مثمر اللاعبين قالوا زين بدر هذا شيء غريب انا اسال سؤال فيه ليش لاعبين يطلبون اجتماع؟ مو هم انا اقول لك ليش؟ احنا من الطبيعي احنا نطلب اجتماع. ومن الطبيعي احنا الجهاز الاداري والفني نتحمل مسؤوليه كامله. ولكن وتركي ان كانت مثلا الاستغاله ورقه تقدمها بدقيقتين وتوكل على الله تروح البيت، لكن ما هي شجاعه هذه. الشجاعه انك تواجه وتبرر وتعدل خطائك وتصحح خطائك وتوكل على الله تروح بيتك. فاما انك تقدم استغالتك عقب المشكله ما صارت لا هذا غلط، لازم عليك تواجه وتصلح امورك وتتوكل على الله بعدين. نعم. اللاعبين للامانه اول ما حضرنا الاجتماع تحملوا المسؤوليه كامله. قالوا ما حد يتحملها غيرنا. احنا ما كنا بيومنا، احنا ما يعني ما عدينا باللي صار. احنا يعني احنا ونوعدكم في اي مسابقه وان شاء الله يا رب احنا راح نفرح المدربين والاداريين والجمهور والاداره وضد كيان السالميه اللي احنا كنا عليه ولا زال عليه. طيب بخصوص تغريده نايف زويد صار عليها اللي امس. والله شوف انا الامانه يعني وصلتني هالمعلومه هذه امس وانا كلمت نايف المنتصر قال يعني معلومه انه في يعني طبعا الايه الناس اللي هم اهل اختصاص واهل الدين بغض النظر على هاي هذه راح يختلفون على تفاسيرها لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ايه الرجال قصد انه يعطيكم العافيه ما قصرتوا واديتوا اللي عليكم
قدر الله ما شاء فعل بالامر هذا. انا بكلمه شخصيه وقال هالامر، لا هو يعني قصده انه اداري ولا قصده مدرب ولا قصده مجلس اداره ولا قصده في اي شيء. واللاعب حتى كلمني بعد المباراه وكان متضايق على النتيجه وقال يعني احنا اللاعبين معنا احنا ما كنا موجودين احنا نتحمل الخساره ولا يعنيكم. ممتاز بو مشعل، بس عشان لا الوقت ياخذنا، شنو حاب تختم بشغله معينه حاب تقولها؟ اختم ان الكثير يعني التواصل الاجتماعي قاعد يصير حاله والتغيير هي يعني الاستغلال والتغيير دقيقتين تسمع، لكن ما هي يعني، يعني انت تنفي هالشيء انت؟ لا ما في، بس عشان نوضح ومجلس الاداره وبادر قبل لا احنا نقدم تجديد الثقه بالامر هذا. طيب وان شاء الله يا رب نعيد الانتخابات وان شاء الله تكون قدر. جزاك الله خير، موفقين خير ان شاء الله. اخوي بدر مدير فريق نادي سالميه كره القدم، شكرا يا ابو مشعل على هذا التوضيح الخاص. نكمل اتصالاتنا ولا نرجع؟ خليفه الشمري حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. يعطيكم العافيه يا شباب، بغيت ارحب بالكابتن الكبير حسين فاضل واقول له نورت قلعة العميد الكويتاوي وننطر إن شاء الله منك. طلال فاضل تقصد؟ إيه نعم. إيه. ننطر منك الإنجازات اللي بتعود على كاظمة ولعبك النظيف والأداء الطيب إن شاء الله. ومشكورين. شكرا يا أخوي خليفة. طيب. تقريبا انا اكتفي، بس عندنا بس مندني يقول حق ابو فهد يعني متى تفوزون على القادسية؟ طبعا هو قايلها يمكن هو شاف الاداء في نادي كاظمة ونادي القادسية امس كانت مباراة، ويعني مو قريب على نادي كاظمة يفوز على القادسية ولا القادسية يفوز على كاظمة، هذه مباريات مثل ما قال قبل شوي اخوي ابو محمد، هذه منافسة ممكن مرات يكون الحظ ما يكون معاك. إيه؟ لكن احنا نشوف بالفتره الاخيره صحيح نادي كاظمه اهملوا كثير، انا اشوف ان مجلس اداره ودائما احنا نتكلم مجلس اداره اهمل الكثير وكذلك اللاعب اهمل الكثير، يعني الطرفين كل من يتحمل. اللاعب اهمل مجهوده والمفروض يكون عليه مجهود كبير، لما يقولوا لي والله احنا ما في تفرق رياضي او ان احنا اللاعبين متعبين، كانوا في قبلكم لاعبين كانوا هواة، انت خلاص مبرمج هاوي من لعبت كره وانت هاوي، فانا اعتقد العمل اللي هم شافوه هم عمل اللاعبين هم شافوه من قبل، المشاكل شافوا اللاعبين اكثر من ما شافوا اللاعبين الحاليين، ما نبي نعيد الكره مره اخرى. لكن لما نتكلم عن مجلس اداره احنا تكلمنا كذا مره خاصه في المراحل السنيه، وان شاء الله القادم ان شاء الله يكون افضل باذن الله. فيصل الثويني تكلم عن المدرب الوطني، احمد فريح تكلم عن تطور المنتخب، وهذا يعني خصخصه اللي تكلم عنه خصخصه الانديه ان شاء الله راح تكون في الحلقات القادمه. اما عن المدرب الوطني فهو محور جاهز بصفحه جديده بعد الفاصل. رجعنا وياكم بعد الفاصل، اذا نتكلم عن المدرب الوطني، نتكلم عن التجهيزات الخاصه، وابتدي هذا المحور بان الازرق بعد الايقاف اللي صار ورفع هذا الايقاف ويستعد لانطلاقه جديده في او مرحله جديده في مرحله مر عليها هي بطوله خليجي 23، لكن هذه استثنائيه نقدر احنا نقول الانطلاقه تكون ان شاء الله بعد رفع الايقاف بعد الاستثنائيه في بطوله خليجي 23. اذا هناك انطلاقه لمنتخبنا الوطني الازرق مع المدربين، ونتكلم عن المدرب الوطني والمدرب الاجنبي الخاص في هذا المحور تحديدا. لكن السؤال حق ابو عبد الله، ابو عبد الله هل يجب على المنتخب انه يبلش من الصفر خصوصا بعد الايقاف؟ المنتخب الاول اي اي طبعا بتركي، يعني شوف انت الحين بالوقت الحالي لو بتشوف اعمار النجوم اللي موجوده كم اعمارهم، افضل اللاعبين اللي موجودين ايه؟ عدوا 25 سنه اعتقد، لا اكثر عدوا، فانا ايه؟ 30 وفوق. انا اعتقد بتركي الحين المرحله الجايه خاصه بعد رفع الايقاف انك انت لازم تبني منتخب جديد، لازم تبني منتخب جديد عشان تقدر تكمل وتنافس المنتخبات الثانيه. يعني حتى لو بنين باسامي اللاعبين، يعني لو بنقول مثلا بدر مطوع،
اللي كانوا موجودين بكاس الخليج بدر مطوع، علي مقصيد، فهد الأنصاري، حسين حاكم، فهد الأنصاري، محمد سعد، كم عمر كبار يعني، كلهم بالثلاثينات. يلا وأول مشاركة لنا بتركي متى؟ أعتقد تصفيات كأس العالم رسمية أبو محمد، مشاركة رسمية تصفيات 2019 أبو محمد، 2019 يعني سنة، بعد تقريبا بعد سنة 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 تبلي فيها. نعم. فأنا أعتقد الحين يعني الاختيار اللي بيصير لازم يصير حق لاعبين الشباب، يعني أنت لازم تأخذ لاعبين أعمارهم على الأقل يعني خلينا نقول ما نقول 17 و18، على الأقل يعني 20 21، من 18 لها الأعمار. تفضل مدرب وطني ولا أجنبي بهذه الفترة اللي أنت قاعد تقولها؟ إحنا قلنا إذا كان من الصفر فإذا المنتخب ما راح يبلش بشيء مستند عليه، هذا كلام الإجابة على سؤالي. صحيح. من الصفر ما يستند على شيء. صحيح. طيب عندنا تفضل الوطني. مدرب الوطني ولا المدرب الأجنبي حق المنتخب الأول؟ إيه؟ لا أنا أعتقد أنت لا يعني شوف المنتخب المدرب الوطني إحنا ما نبخس حقه، ويمكن المدربين الوطنيين أغلبهم بتركي شغلهم أكثر وين بالمراحل السنية، يعني هم يمكن لهم يمكن عنده النظرة حق اللاعبين، يعني يعرف اللاعب الفلاني سواء اللي كان عنده اللي بالنادي عنده أو حتى اللي بالأندية الثانية. بس أنا أعتقد يعني وجهة نظري تلازم تجيب مدرب على مستوى عالمي يكون، ويكون مع المدرب وطني. حلو أبو فهد، سؤال مباشر لك، منو اللي حدد هذه الملامح اللي قاعد نتكلم عنها احنا للمرحله القادمه المنتخب الاول؟ نعم. منو اللي يختار الاجنبي ولا محلي اللاعبين؟ هل المنتخب اولمبي غيره من هذه الملامح الخاصه بالمنتخب؟ صحيح. منو اللي يتم تحديدها، بلجنه ولا غيره؟ ما الاجابه عندك. وطبعا الاتحاد الكويتي يبين سياسته مع اللجنه الفنيه الموجوده بالاتحاد. منو اللجنه الفنيه؟ لجنة فنية يمكن يعرفهم أبو عذبي، ممكن هو من أبو عذبي موجود. رئيس اللجنة يوسف كريم، نائب رئيس اللجنة الكابتن أحمد عجب، دكتور هو رجل فني أحمد عبد الحميد، أحمد عبد في فني في دارين هي لجنة فنية. لا كيوسف كريم فني ولا هو كان لاعب، لاعب منتخب بعد ومدير كرة بنادي الجهرة. لاعب منتخب ما لعب منتخب يعني مراحل سنية هو يعني عنده نظرة إيه ولاعب بس مو فني. لا هو آخر أيام مدير كرة بنادي. لا أنا أقصد مو كل لاعب أقدر أقول هو فني. لا 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 أنا قصدي مو هو فني، في فنيين في إداريين. خلنا أقول لك الفنيين اللي دكتور أحمد عبد الحميد، سلامة هادي، عقيل مهنة، أحمد حيدر، محمد هيليس، هذا الدكتور أحمد عجب. هلا أحمد عجب، هلا مع احترامي لهم كلهم ما لعبوا منتخب، ما عندهم خبرة منتخب. شكل المنتخب الاختيار استحقاقات، هذه شكل المنتخب في اختيار المدرب ولا اختيار عمليه تطوير ولا اختيار السيستم اللي تفرضه الخبره المنتخب. ايش خبرته هو ما قبل ما يلعبون؟ عندك دكتور احمد عبد الحميد، دكتوراه في الاداره، زين يعرف الطريق بناء الفريق. ترى اسهل شيء الهدم البناء. شفت الكلام اللي انا قلت لك اياه؟ للامانه انا بنيته من احدى لقاءاتي مع ابو فهد بهذا الخصوص، قلنا باللي انا قلت لك اياه. نعم. بأن يكون الخبرة خاصة باللاعبين المنتخب. صح, صح الكلام هذا أبو فهد؟ شكل أنت في رسم سياسة، أنا لازم يكون لاعب منتخب، رسم سياسة الاتحاد لازم يكون عنده الأفضل منتخب. ما بيقول لازم، الأفضل. الأفضل شنو؟ هو لاعب في السابق وما نجحت. هو لاعب، هو لاعب عادي، هو لاعب منتخب ما يرسم سياسة. إحنا لعبنا منتخب أبو فهد لعب ما يرسم سياسة. هو لاعب شغلة زين. نسمع أبو فهد باللي قاله ونقيسه. يعني يصير في لجنة فنية مدرب داخل حاليا في الأندية شون؟ يعني محمد هيليس حاليا هو مدرب برقان، هل يصير هو في اللجنة؟ يعني هل هذا يصير في اللجنة هني ويصير مدرب هني؟ شنو أبو فهد شنو المشكلة؟ يعني يعني, يعني محمد هيليس كان في نادي السالمية ومن ثم نزل من فريق كبير إلى فريق حصلت كل ما في إنجازات، يعني فريق توه باقي. وشلون يرسم ملامح يعني منتخب كذي؟ هذا اللي يحصل. يعني شنو مو بروح معذبي على فكرة، لاعب المنتخب غير عن لاعب النادي، نجم المحلي غير عن نوضح أكثر أبو فهد. شفت أنا الحين أبي أوضح. يعني أنا في رأيي الشخصي اللجنة الموجودة أنا أشوفها في عندها خطأ، ممكن فيها خطأ، في عندها خطأ. ما كحد اليوم أنا أقول لك شنو الخطأ. لما عينوا منتخب ثلاث لاعبين، ثلاث مدربين،
محليا انتم عدل، شلون يرسم عليك مدرب واحد ومع ثلاث مدربين؟ انتم يعني شنو ادواركم كانت مع المدرب؟ هل هي مدرب انت مدرب لياقه بدنيه؟ هل انت مدير فني؟ هل انت مساعد فريق اول؟ يعني الثلاث مدربين يصيرون كلهم مساعدين في مدرب فريق اول؟ أجاوب؟ إيه سؤال يعني مشروع يا أبو عدنان. ما في ثلاث مساعد، من هو ثلاث مساعد؟ ثلاث مدربين. فقط وليد نصار شو هذا؟ عشان كذي إحنا نتكلم، إحنا اللي يعني أنت مو منظم العمل. لا 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 هو اللي هو مو منظم اللي بيتكلم وهو مو عارف شنو يتكلم صح من عذره إنه يشوف ثلاث مدربين. واحد إحنا أنا تحت الهواء قلت لكم قبل كأس العالم ست كأس الخليج عفوا بست أيام أنا المدرب وياي مساعدين خلصنا. تمام. كأس طاف. فني اخترت الخمسين. خلي الاختيار الاختيار اخترنا الخمسين وعملية اختيار. واللي اختارك بعد كمدرب الاتحاد؟ اي نعم. ايه؟ اللجنة الفنية نفسها. انزين. وبالاسم عرفت؟ مساعد مدرب مساعد اول مساعد ثاني. انا طلعت قلت حتى ان في خبر ان في مدرب اجنبي، قلت اذا طلعت في برامج لا تقولوا المساعد المساعد المدرب اللي جاي ثامر واحنا مساعد ثاني ولا مساعد ثالث، خلونا كلنا مساعدين لان احنا بالاخير كلها اسبوعين ويبي يستفيدون وهم يبي يستفيدون كخبره كابداح وانا ووليد نصار. خلصنا استفاده على حساب المنتخب؟ لا لا استفاده كخبره انه يكونون مع المنتخب بس ما لهم شغل بشيء. يعني يكونون مع المنتخب كتنظيم كشغل معايشة مثل معايشة لان بالاخير راح تصير زين. يصير يا جماعه معايشه مع المنتخب؟ انا اسال مع مدرب مو مع المنتخب، مع مدرب. مدرب المنتخب؟ اي مع المدرب. انت اذا بتعايش ما تعايش مع المنتخب ولا مع الفريق، مع المدرب. اذا وافق المدرب انت تحضر تمارين تسجل تمارين لك انت زينه. لان بالاخير شنو ابو تركي؟ بداح الهاجري مساعد مدرب المنتخب الاولمبي، كابتن وليد نصار مساعد مدرب تحت 19. يعني هم مدربين عاملين بالاتحاد. لما تكون الفتره هذه اسبوعين واحنا قبلها باسبوعين مفترين اختيار لاعبين ورايحين ملاعب ورايحين مباريات، جت البطولة أنا المساعد مع بنيك أهما موجودين ويانا أهما كمعايشة كسب خبرة لهم كتمارين نفسي أنا ما أسجل تمارين بنيك أسجل طرق التكتيك هذا أنا أستفيد منه. أهما كتدخل بالمنتخب وأراء لا 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 بس بعذبي أنا سألت سؤال أنا كنت أبي رأي ثاني بس اسمح لي على اللي بقوله. ما يكون هناك معايشة مع مدرب؟ إذا قلت مع مدرب زين المدرب مدرب منتخب فهي هذه راح تكون مع المنتخب نفسه. هذا اللي انا اقصده. انا قصدي مو صعبه ما تصير. لا لا انا قصدي مو المعايشه مع الانديه اللي احنا نعرفها. انا قصدي ان المعايشه هي بالعموم شنو؟ ان تحضر تمارين تشوف تكتيك تقعد بغرفه والشرط سجل ملاحظات سجل ملاحظات. هذه المعايشه. انت لما تروح برا شو تسوي؟ معايشه بدري يمكن يدري نقعد تمرين بدا بايرن ميونخ. احنا من ثلاث سنوات قعدنا في قطر وقعدنا نشوف بايرن ميونخ باريس سان جيرمان. احنا رايحين دوره برو وقعدنا وسجلنا ونروح لهم تمرينهم الصبح ونروح لهم تمرين العصر قبل لا يبتدون نص ساعه بعد ما يبتدون نص ساعه نسجل كل شيء. طيب انا سمعت كلامك وعدني اسمع مني وهذا رايي انا شخصي. يعني في ناس توافق في ناس تعارض وابي اناقش في ابو عبد الله في هذا الموضوع بان يعني لما يكون هناك معايشه مع منتخب غير تفرق مع يعني انت قاعد تقول عن نادي قبل شوي قاعد تقول عن منتخب. المنتخب في تحديد اسامي مع مدرب مدرب يلعب للمنتخب نفسه يصير انا سؤالي يصير انا ما عرفت انا سؤالك شنو تحديد اسامي شنو ما عرفت انا شنو اللي اختيار لاعبين ما له شغل هذيل قبل اي بنيك هم مساعديني انا ماسك منتخب زين انه وضع احنا نختار الثلاثه لاعبين ايه؟ احنا نختار 50 لاعب ما اخترنا انا مدرب قبل اي بنيك اثنيناتهم كابتن وليد وكابتن بداح مساعدين احنا ماسكين الاستاف خلاص ما في مدرب اجنبي فهم شغلهم انهم يختارون اللاعبين لان الحين بالوقت الحالي لما انا امسك انا وياهم شغلهم ويا المدرب المعايشه وين صارت لما بنيك خلاص انتفه الدور منهم انه خلاص ما لهم شغل ما اختار زين هل وليد نصار مسك فريق يعني اول هل بداح مسك فريق اول هاجري لا شلون يمسك مدرب فريق منتخب الكويت ما مسك يعني مساعد تمسكه مساعدين ما يصير وليد مسك مساعد مدرب المنتخب فتره بسيطه جدا كان ايام رادان وهذه فتره بسيطه بدر 10 ايام نتكلم عن رادان احنا شو نقول كم مسك وليد نصار كم فتره شيء بسيطه كم شي مع بسيطة. رادان كم شهر أشهر احنا 10 ايام انت مو راضي لا احنا مو مراضين لا انت تقول يعني مسك قبلي مسك قبل ما مسك 10 لا مو هذا الكلام نتكلم عن النظام مو عن مسك احنا نتكلم يا جماعه معذبي انا اتكلم عن لجنه فنيه ما اتكلم على اشخاص نتكلم ما اتكلم عليكم انتم انا عارف قسما بالله انتم نقدكم على عين وراسي بس المفهوم انتم
يا الدورة احنا مو مشاركين يا الدورة احنا موقفين. الدورة وصلت لنا بقدرة غادر مشكورين بسرعة 10 أيام و10 أيام ولا ومن قطر للكويت وبسرعة وخلاص احنا صار أسبوعين نشتغل نبيل. أنا قصدي بالأخير أن اللجنة الفنية ليش ما يرأسها مدرب؟ هذه اللجنة الفنية لازم عضو مجلس ليش إداري؟ لازم عضو مجلس إدارة لازم عضو مجلس إدارة وبعدين ماكو فني بعضو مجلس إدارة مو شرط. احنا كنا في اللجنة الفنية أحمد عجب كلاعب بس تغيرت الوقت الحالي أي لجنة أهم مدرب ترى أحمد عجب خالد الشمري أبو فيصل ماسك لجنة الحكام يعني ما في مدرب أبو فهد كلامه صح عنده تدريب يقول على أيامنا مسكها مدرب كان ماسك الحين تغيرت القوانين صح. اي لجنه لازم يمسكها عضو مجلس اداره حتى لجنه المدربين شوف لجنه المدربين يمسكها عضو مجلس اداره كان خالد الفضلي صح قبل كان ماسكها ما ادري منه بس لازم عضو مجلس اداره كان الشيخ طلال قبل كان الشيخ طلال لجنه مدربين لجنه مدرب لازم الحين اللجان عشان يمكن ابو فهد على القانون القديم انه مدرب ب 2009 اسمع ابو محمد ابو محمد انت عضو مجلس اداره بنادي الكويت واكيد لك راي في هذا المجال والله كعمل اداري أول شيء لازم يكون في استراتيجية واضحة حق الاتحاد شنو يبي من كرة القدم. أنا بتأهل حق 2022 وببني فريق حق 2022 وخسرت التصفيات بس ينتهي عملي مو صحيح. شو اسمه المفروض أن الرؤية واضحة والاستراتيجية واضحة شنو الهدف من كرة القدم. كان لك تغريدة الهدف وأنا أذكرها تغريدة اللي قلتها بعد كأس الخليج لأن عتب أو ما يحضرني حساب معه. أنا الهدف إنه يكون عندي فريق قوي ينافس على كل بطولة يشارك فيها. إنك تحقق البطولة ما تحقق البطولة هذا موضوع ثاني لأنه ماكو شيء مضمون بس فريقي قوي ولا بصمة بكل بطولة يدش يشارك فيها. إحنا ما عندنا هالهدف نبي استقرار إداري نبي استقرار فني ما يصير. أنا بسبعة محمد منو اللي يحدد هذا الهدف اللي إحنا ما عندنا نظرة الاتحاد هذه. أنا الكلام اللي أقوله يمكن حق بعض الناس مو مفهوم ما يفهمون معنى الكلام هذا. أحط استراتيجية 10 سنين 20 سنة لقدام تغير الأشخاص لا يلغي الهدف والاستراتيجية المرسومة. إحنا من يتغير واحد عفس الدنيا وقلب الجدر وطبخة جديدة ما يصير هالشغل. مو كرة قدم ولا تبني أنت رياضة بهالطريقة. نظرة الدولة حق نشاط هذا لازم 20 سنة لقدام مرسومة الخطة تكون مو كل يوم تتغير. أنا ب 27 سنة 27 مدربين المنتخب وين صارت بالعالم كله؟ شلون تبي نتيجة؟ ما تصير. وين صارت 27 سنة هذه؟ بالكويت من بعد التحرير لليوم احسب كم واحد درب المنتخب 27 واحد. نحسب أنت عندك. عليك الحسبة 27 مدرب نادي ليفربول 1895 متأسس ليومك 11 مدرب 120 سنة. يعني إحنا دشينا قنس مو هم؟ ها إحنا دشينا قنس بالردة قري مو بالتطور اللي قدام هذه أكيد داشينها ورقم قياسي بعد بس. مو معقولة كذي مو معقولة. الاستقرار العربي كان ريال موجود أيام البطولات مكاي كم سنة قاعد 10 سنين يدرب العربي هذا يجيب لك نتائج. أما كل خسارة إشلع المدرب وامتص غضب الجمهور حركة قديمة وبايخة صارت خلاص. يعني بسعود أكثر اللاعبين السابقين وضيوف تكلموا وخلال البحث يفضلون المدرب الأجنبي بعيدا عن المدرب الوطني. الأسباب واحدة اللي هي مدرب الوطني في يجامل مدرب الوطني يعني يسمع من دواوين بالكويت من تلفزيونات يتأثر تأثر طبعا كشخصية تتأثر في اللي حوالينها حتى الأجنبي تعليقك حتى الأجنبي تأثر. اليوم ما عاد شيء يخبع المدرب الأجنبي أو هذه عنده مساعد أو عنده مترجم يقول أشوف ليش كاتبين عليه الصحف شوف ليش كاتبين عليه وهذه صارت يعني صارت. أنا أتذكر لما كنا أوليفيرا كان موجود قال انتم كاتبين علي كذي يقول حق صحيفه انتم كاتبين علي اليوم كذي ايش حق يتسالني انتم يعني بما طاقين كذي بالمحلي فيقرون ويعرفون الامور ويتاثرون. حتى بمشكله ناصر فرج لما لعب راس حربه الجرايد كلها انتقدته وهو كان يعني عنده علم. فلا تقول لي هذه الامور احنا الان في وقت التطور لا تقول لي ما يعرف المدرب. لا ايش تقصد يعني انت مع منو الحين؟ انا اقول لك شنو انا مع المدرب الزين. انا مو مع المدرسه مو مع وطني او اجنبي مع المدرب الزين اللي يخدم المنتخب. انت الحين قول لي منو مدرب بالسنوات اللي طافت كلها خلت مع احترام البطولة الخليج وين المستوى اللي قدمناه في بطولة خليجية من آخر شيء أنا بالنسبة لي آخر بسعود عندنا مدرب وطني اسمعني آخر تطور سؤالي عندنا مدرب وطني يهدم لا يهدم لا ما في مدرب هذا بالنهاية هو يبي حتى مصلحته مو بس مصلحة الفريق المنتخب. عندنا مدرب وطني يخدم منتخب طبعا في مدربين انا اشوف انه لما امسكوا في بعض الاحيان كابتن ماهر ومحمد ابراهيم
كان لهم بصمة في المنتخب في بعض الأحيان، كان لهم بصمة في المنتخب كانت شنو بصمتهم؟ تأهل كأساسي وقدموا مستويات جدا مميزة، لأن هذا صار طموح مجتمعنا الوقت الحالي. مع احترامي هذا اللي وضحوه للمجتمع ان احنا الان تاهل صار كاساسيا انجاز، انا هذا اللي بوصل لك اياه. تاهل كاساسيا انجاز، اخر شيء قاعد نخسر بالثلاثه واثنين، وحتى زين سجلنا هدف ونقطه نحصلها، نيجي نفرح الشعب في بطوله الخليج على عيننا وراسنا هالبطوله. لكن يا جماعه كاساسيا، تصفيات كاس العالم، تاهل نهائي كاس العالم، وين هذا؟ احنا وين تاهل الاولمبياد؟ وين هذه الامور؟ وين هذه الامور اللي مو موجوده على الخارطه نهائيا؟ انا قاعد اقول لك اخر منتخب شفته يعني في كاس اسيا، يمكن عشان لا يزعلوا مني، سنه 2000 هذا كان اخر منتخب اللي كان نوعا ما كنا مستبشرين انه وسعود الزبده. افهم من كلامك انت ترشح علينا مدرب، انت ترشح كابتن محمد ابراهيم وكابتن ماهر الشمري للمرحله القادمه؟ لا ما ارشحهم. انا اقول لك الحين بكملك انا المرحله القادمه هذه، انا بس أنا زبده كلامك قبل سابق. انت انا ما اقول، انا بس اوضح لك وجهه نظري موضوع، اقول لك لا تختار جنسيه المدرب، اختار المدرب اللي يخدم المنتخب بالفتره الحاليه. ابعد كويتي، ابعد وطني. وانت قلت محمد ابراهيم وما في السابق، لكن انا في الوقت الحالي مع انه يكون مدرسه يعني يكون مدرب اجنبي. ليش؟ لان صراحه في الوقت الاخير مدربين يعني انت رحت واخترت جنسيه بالاخير. انا لا ما اخترت، اقول مدرب اجنبي بالوقت أجنبي. بالوقت الحالي مدرب، ما اقول لك جنسيه معينه، مدرب اجنبي، المدرب الوطني. انا ما والله ما تكلمت عن جنسيه، انا قاعد اتكلم اثنين ايدي اثنتين. المدرب الوطني انا اقول لك في الفتره الاخيره، انا اقول لك بصراحه اعلاميا مضغوط. انزين اسمع ابو عبد الله، اعلاميا مضغوط. اسمع ابو عبد الله بالتركي قبل لا نتكلم منو الاكفأ، انا ويا ابو سعود انك انت تختار المدرب الزين بغض النظر عن جنسيته. اللي بس انت قلت عالمي توه. إيه قصدك اجنبي ابو عبد الله؟ يا جماعه ترى انا ما قاعد، انا قاعد اقول مدرب وطني ومدرب اجنبي، بس ما إيه؟ ماني شغل يعني ابو سعود العين على الراس كلامه، لكن انا إيه ما بس أخصف. اذا احنا انت لما تقول مثلا تقول شنو دور المدرب الوطني او المدرب الوطني، انت لما توفر له نفس اللي قاعد توفر حق المدرب الاجنبي اعتقد راح يبدا. ابو تركي شوف، المدرب الوطني يشتغل الصبح، يمكن عنده ضغط بدوامه، عنده ضغط ببيته، ويدرب العصر بالليل حل بالليل ايش يروح يحل المباراه. لا خلي التحليل لا لا جد والله واقع، شوف متوزعين على جميع القنوات تحليل تدري. شوف انا شوف هذا ابو عذبي موجود يدري مدرب الوطني، شوف وهو مدرب وهو مشرف وهو معالج نفسي مخلص معاملات كل شيء ويطيح مخالفات كل شيء كل شيء والله يا ابو تركي يعني زين هو اللي مسوي بعمره كذي لا الظروف هي اللي تصير وياه كذي في انديه احنا خلينا نتكلم بالواقع ترى في انديه ما يعني ما عنده اهتمام بالمدرب الوطني تعالوا يمسكونه عكس المدرب الاجنبي خلي المدرب الاجنبي كل شيء يتوفر له ما احنا ذاكرين الامور الماديه والاشياء المعنويه المدرب الوطني بط طيب ما يتوفر له شيء انا اشوف شيء بتركي عن اذنك يعني المدرب الوطني انا اشوفه ضيع شخصيته شنو يبي ما تدري يعني هو مدرب ولا يتكلم في تال الليل نتكلم عن مناقشه الانديه لازم يعرفه هو لازم تكون له شخصيه إيه؟ مدرب الوطني لازم كل شخص لازم يعرف هدفه هو اللي مسوي يعني هو اللي مسوين هو الاتجاه للاتجاه هذا هم اللي قاعد يصيرون اخصائيين يعني هم اللي قاعد يصيرون تخليص معاملات هم اللي قاعد يطلعون بالقنوات انا مالي شغل انت مدير فني فاذا انا اسوي حق نفسي كذي انا ما اتكلم انا اعتقد مدرب الوطني لازم تستقل شخصيته ولازم يستقل اخطائه يعني اخطاء انت لما تروح في مثلا في البرامج الاخرى حتى اللاعب يجيك يقول لك ها كابتن شفناك امس قاعد طالع في البرنامج الفلاني مرات في بعض المدربين انا اعرفهم في بعضهم في المراحل السنيه يخلي تمرينه ويروح يطلع في بعض المباريات يحل المباريات هذا خطا ما يجوز يعني ابو فهد الحين اذا صرت مدرب كاظمه ما راح تحلل عندنا؟ لا عندنا هني بالبرنامج راح تشوفوني مبدئي هذا مبدا مبدأ واضح أنا قصيت على نفسي نوقك عقد عيال هذا مبدأ واضح شوف أبو عذبي كهوة يمنا قريب هو عنده مبدأ واضح إذا أنا صرت مدرب اليوم لا يمكن أني أنا أصير في أوقات أخرى أنا في الأوقات الأخرى اللي هم يتكلمون عنها يفترض أنني أنا قاعد أطالع أخطائي في عندي وقت أني أقعد أطالع أخطائي عشان أصلح عشان أبني نفسي مرة أخرى
اليوم احنا ما عندنا ثقه صار في المدرب الوطني. ليش؟ بس هو بعد بيقول لك فريقي قاعد يخسر. هو على حسب اي بس لو متصدر يطلع. لا لا انا ما اعتقد بوعذبي عنده مبدا واضح. بوعذبي يعرف عدل. قول لي حتى بس اوقات ما اطلع كتحليل. يعني انا عندي شغل مو يعني اركز على شغله معينه نفس ما تقولوا انتم. ما احب اركز على اكثر من شغله. يعني اذا رحت على تحليل او كبرنامج راح احضر له راح انسى بعض يعني الاشياء الفنيه. فام يعني ضيف كل ثلاث اسابيع ضيف تكلم عن جولة ما عندي مشكلة، بس أكون محلل دائم أو محلل موجود بالأسبوع ثلاث مرات لا ما أعتقد. مخامط مخامط لا أعتقد هذا شيء. بعذبي بقولك شيء، أنا ما خليتها لي آخر دقائق الحلقة عشان ممكن تقولها فكذي تحترق علي. أنت المدرب الوطني الوحيد في 18 الليالي كضيف وما انتقد بروضان بتصريح العالمي ان المدرب الوطني ترينر. رايه انا اشوف انا شوف رايه ما اتفق وياه إيه؟ بس رايه احترم رايه. كيف هو كان يوم من الايام مدرب وفي مدربين اجانب ترينر كان ترينر. انا اقول لك يعني هو يا كابتن هو رايه ابو ثامر تكفى. في مدربين اجانب يجونا من برا كوتش يتحول الى ترينر لانه يتاقلم مع الوضع ويروح يطلع معهم حدال ويطلع معهم حلل حتى لو اختلف فيها. أنا مو مقتنع بكلامه مثلا إيه البر إيه والله وهو ما راح يقتنع بكلامي لو أقوله. يعني لو أقعد مع أبو رضا قنع أبو عبد لا أنا غمزة واحدة خلاص كوتش خلاص الموضوع شنو لا مانع هذا ما يقدر ما يرفض لي طلب. شوف في موقفين ثلاث لما كان حكم وياي هو قريب اقرب الناس لي زين زين. فمره انا لعبت صراحه حكم فايزين 1-0 على كاظمه مدلعين معصب انا وكلهم ناجره. هو حكم قال لي اسكت يا ولد اسكت على هذا برضان صح اسكت وانا معصب ابيها تنتهي يا برضان صافر. قال لي ولد باقي 12 دقيقه شلون اصير ومنه فاول وهذا. قال له قسما بالله اذا ما سكت اعلم اسم امك حق اللاعبين ترى يقول اسم امك ولا ثامر ما تقلدفع والله الله يا قال ترى اعلم اسم امك ترى لا حنا فيها ترينر ولا كوتش الله كيفك خالتي مفهد كمل جزئيتك اللي تكلمت فيها. طبعا انا مثل ما قلت احنا لازم نعرف مثل ما تفضل ابو محمد الاتحاد الكويتي حاليا في صدد والناس كلها قاعد تطلع اليوم شنو نبي من كره القدم. انا اشوف ان هدمت الرياضه في الكويت ومحتاجه بفعل فاعل. نعم ومحتاجه الكثير فعل فاعل او غير فعل فاعل. انا اعتقد الكل مسؤول. لا يقول اللاعب أنا ماني مسؤول ولا يقول الإداري ماني مسؤول. لا الكل مسؤول. حتى الأندية هذه أمانة. الكويت أمانة. يفترض أن نعرف قيمة الكويت علينا. ليش؟ إنها هي اللي ربتنا أمنا وهذه الأم يفترض أن إحنا نكون في واجبها من أحسن إلى أحسن. فأنا أعتقد أن الأمانة لازم تصون الأمانة. أنا أعتقد الفترات اللي كانت اللي فاتت هدمت بصراحة وشيء يحز في النفس. واليوم أنا لما إحنا نتكلم عن كرة القدم وليش أنا أقول لك هدمت هذا واقع مثل ما تفضل قبل شوية أبو سعود وقال عن تاريخنا المنتخب الكويتي. ب 2011 منتخب الكويتي صفر نقطة في آسيا كأس آسيا. ب 2015 صفر نقطة في كأس آسيا. في كأس الخليج 22 دور الأول. واليوم إحنا في نقطة واحدة وخذينا قالبية لاعبين. احنا ترى تكلمنا وقلنا لا ما راح نتكلم عن المنتخب الكويتي ليش 10 أيام بصراحة يفترض علينا ان احنا نكون مع اللاعبين صح. لكن عندنا كان لاعبين خبرة عدد كبير واحنا كنا موقوفين خارجيا صح بس كنا نلعب داخل الكويت وعندنا عدد من اللاعبين محترفين طيب. برا الكويت احنا قلنا لكن ما نجيب نقطة واحدة. انا اعتقد كان حتى على الواجب اللاعب الكويتي انه يكون افضل من ما شاهدناه. صحيح انه يمكن طلعنا في مباراتين في مباراه تعادل امام الامارات لكن انا اقول ان الكويت امانه ولازم الواحد يحط هذه الامثله بعين الاعتبار. وللامانه ما قال كذي ابو فهد الا وتقديرا يا في قلبه كلام كثير. بروضان عندي ختام الحين للجماهير المتيمه بعشق كره القدم وخاصه الفانيله الزرقاء. هذه الجماهير اللي حضرت
باستاذ جابر خلال 10 أيام شيء خيال فعلا انها تعشق كرة القدم. صح. لازم يحسبون حساب للجماهير هذه ويطورون كرة القدم من الافضل ان شاء الله. القادم القادم افضل ان شاء الله. وعذبي انا بيشكرك والله للامانة. الشكر لكم ويعطيك العافية على سعة صدرك حبيبي. بس دقيقة تفضل. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اول شيء نحمد ربنا ان صاحب السمو امير البلاد هو اميرنا هو قائدنا ونشكره على دعمه خاصة في الأسبوعين أو المنتخب الوطني بعد عودة من الإيقاف. نعم. هذه شهادة مع ولي عهد الأمين. ولا أنسى الشكر موصول لرئيس مجلس رئيس الوزراء شيخ جابر مبارك وحضوره التمرين ودعمه لإخوان اللاعبين. صح. وأشكر معالي رئيس مجلس الأمة يعني الصراحة حتى في التمرين وحتى قبل المباراة والدعم اللامحدود للاعبين خاصة في الفترة هذه في الأسبوعين والضغط ويمكن تحمل الضغط الجماهير وتحمل يمكن شال الضغط على اللاعبين. ولا أنسى حتى يعني سيد خالد الرضان وزير التجارة أن اللي تحمل كل الأعباء والتعب يعني أمانة بالأسبوعين هذين كانوا موجودين متواجدين إذا مو بشكل دائم بشبه شكل دائم. أشكر الاتحاد الكويتي برئاسة الشيخ أحمد اليوسف ونائب الشيخ فواز المشعل أبو مشعل. وأشكر حتى اللجنة الفنية على ثقتهم فينا إحنا كوطنيين. وإحنا والشكر موصول لكم والشكر موصول أولا وأخيرا للجماهير اللي إحنا أنا بوجهة نظري السموحة مرة ثانية. وشكرا على دعمكم الدائم حتى في المباراة الأخيرة حتى إحنا خارج البطولة وحضور 25,000 هذا ينحط على الرأس. يسلم راسك يا أبو عذبي. شكرا للجميع على حضوركم اليوم أبو سعود أبو محمد أبو عبد الله أبو فهد أبو رضان. سقط سهوا أنس الصالح. طبعا صحيح صحيح. وصلنا للختام إن شاء الله نشوفكم في لقاءات قادمة بنفس الوقت. مع السلامة.